حول دعوة لجنة الاعتصام الجماهير للاحتشاد في الغيضة. معنا حول هذا الموضوع السيد علي مبارك محامد، الناطق باسم لجنة الاعتصام في المهرة. سيد علي، مرحبا بك معنا في جولة آخر اليوم من المهرية. بداية، ما دلالات هذه الدعوة التي دعوتم لها الجماهير للاحتشاد في الغيضة، ثم ما هي إجراءات اللجنة لإنجاح هذا الحشد الجماهيري؟ مرحبا، أهلا وسهلا بكم وتحية لك وللمشاهدين الكرام. حقيقة الدعوة أتت بعد تمادي القوات المحتلة في محافظة المهرة، الوجود الأجنبي بداية من القوات السعودية المتواجدة في محافظة المهرة، ولاحقا وصول القوات البريطانية خاصة بالأمطار الغيضة هنا في محافظة المهرة، وهذا مما جعل أبناء المهرة يرفضون هذا التواجد ويرددون بكل ما تعنيه الكلمة من احتلال واضح وصريح. أبناء المهرة ونحن في لجنة الاعتصام كنا باجتماعات مستمرة منذ قدوم هذه القوات إلى المحافظة، اجتماعنا مع المكونات السياسية والأحزاب والشخصيات الاجتماعية في محافظة المهرة حتى تم إقرار الحشد الجماهيري هنا في محافظة المهرة في العاصمة الغيضة. الحشد الذي بيتوافد إليه من كل المديريات، من كل أبناء المحافظة، من كل فصائل ومن كل طيار مجتمع محافظة المهرة، المجتمع القبلي وكذلك الاجتماعي وكل مكونات محافظة المهرة للتنديد بهذا التواجد في محافظة المهرة ومطالبة خروجه ومقدرته أرض المهرة فورا. نعم، طيب، يعني هل جرى وأن نسقتم مع بقية المكونات القبلية والاجتماعية في المحافظة سيد مبارك؟ بكل تأكيد، نحن قد نسقنا من قبل وكان هناك اجتماعات مع كل القطاعات الموجودة هنا في محافظة المهرة مع المكونات ومع الأحزاب السياسية، ومن هذا كله خرجنا أن يكون الحشد الجماهيري بناء على ما تم من اجتماعات سابقة، وأن يكون الدعوة إلى كل أبناء محافظة المهرة. طبعا نحن في لجنة الاعتصام لنا قاعدة شعبية موجودة في محافظة المهرة، هذه القاعدة من قبائل ومن شخصيات اجتماعية من كل أطياف المجتمع المهري، هؤلاء الذين سيتوافدون إلى العاصمة الغيضة يوم الجمعة لتنديد بما يحصل. طيب سيد علي، باختصار شديد، هل تتوقعون تصادما مع الانتقالي من جهة وأيضا مع القوات الموجودة هناك؟ ماذا تتوقعون رد فعل هاتين الجهتين باختصار؟ أولا بالنسبة للانتقالي، الانتقالي ما لا يوجد حاضنة شعبية ولا عسكرية هنا في محافظة المهرة، ويحاول مرارا وتكرارا وإثبات وجودها أو محاولة إيجاد له قوة عسكرية، لكن الآن لا يوجد قوة عسكرية ما غير التحالف الموجود في المطار والذي هناك يجند، وهو يحاول دائما تجنيد عناصر الانتقالي، وهذا ما كنا نتخوف منه من قبل. فربما يعني، لكن إلى الوقت الحالي لا زالت القوات التي تسعى قوات الاحتلال إيجادها في محافظة المهرة هي متحفظة تبعها ولم تخرج يعني تواجه أبناء المهرة. فبكل تأكيد نحن سنخرج بسلميتنا المعتادة، ولن يكون بإذن الله ما ينصحنا استقرار محافظة المهرة، ولكن إن حصل من سواء قوات الاحتلال أو من الانتقالي أو من أي شخص يريد تعبئة أمن استقرار محافظة المهرة، فأبناء المهرة بكل تأكيد سوف يردوا عليه بالمثل، ولم يسمعوا له أن يكون حجر عثرة في هذه الحشود الجماهيرية التي تردد الاحتلال. نعم، الناطق باسم لجنة الاعتصام في المهرة سيد علي مبارك محمد، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.